بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فأتت بقومها تحمل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا، حاجة قبيحة جدا، ماش كنا نتوقع أن شيء يصدر منك، شيء كهذا، شيء نهاية في القبح. يا أخت هارون، أنا أحب يدي وأبي أن أكون أخت هارون عليه السلام. ما كان أبوك امرأة سوء، ويسمى في الحقيقة أعلن أبوك ما هوش امرأة سوء، وما كانت أمك بغية، يعني هو في الحقيقة بالمقلوب يشوه فيها، وقت اللي يقولوا في كلام عكس التشويه. شوف الخبز نتاع بني صهيون، انتم لحد الان ما طلعتوا على سوء الخبز والون الخبز نتاع الصهاينه، فانتم لا تعلمون عنهم شيء، ولذلك بحمقكم في هذا المجال كنت لعبه في يد بني صهيون، وكلكم اتفقتم على تحاربوا امه الاسلام. والدليل هي ادله، لكن على كل حال الفتنه الكبرى وقعت بتواطؤ العرب اللي اعداء رساله الرب سبحانه وتعالى، والصهاينه اللي وقتها يخدموا بمعيه امثالهم المشركين من بني اميه وما بعدهم العباسيون، ان تامروا باش الاسلام يقع اجهاضه وقتل بيضه الاسلام من بدايته حتى لا ينمو قدر الإسلام عند أهل الأرض بالتمام. وهذه الجريمة دي خلت حد الآن ما ثماش من يعرف قداش البشرية خسرت حين تمت هذه المؤامرة على الإسلام. من جنح المؤامرة مشركون من بني أمية اللي ظهروا بالإسلام كما كلب أبو سفيان، وصاينا اللي يخدموا من تحت. لذلك لحد الآن من الفتنة الكبرى لم تنعم البشرية بما جاء به الإسلام إلا عند قلة من الأنام. إنس وجه والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.